وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام سلام، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة. يعني بعد تحية إنشاء مركز مدينة السادات للإنتاج الحيواني بهدف الأساسي تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي بين السلالات المصرية اللحوم والألبان، برأيك أهمية افتتاحات اليوم؟ مساء الخير وأهلا بحضرتك المشاهدين الكرام. بتأتي سلسلة افتتاح اليوم وفقا لمنظومة الحكومة لتطوير وتحسين الإنتاجية بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة. وموضوع التحسين هو موضوع مش جديد بالنسبة لنا، هو موضوع أطلقه فخامة الرئيس وبسط الإجراءات منذ عام 2017، وبدأنا في جني هذه الثمار بدءا من إطلاق المشروع القومي لإحياء البتلو في عام 2017، واللي ساهم بشكل كبير معانا في زيادة إنتاجنا أو نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. يعني كانت النسبة لا تتجاوز 40% قبل عام 2017، ومع البدء في المشروع وصلنا نسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 60%. المشروع اللي أطلقه أو المجمع اللي افتتحه فخامة الرئيس النهاردة تم افتتاحه على مساحة 1000 فدان، بيضم حوالي 5000 رأس حلاب و3000 رأس التسمين. صحيح. مستهدف الإنتاج منهم يتراوح بشكل يومي أو كمية الإنتاج اليومية تصل لحوالي 150 طن من الألبان السائلة يوميا، بالإضافة إلى 150 طن من اللحوم الحمراء لدورة التسمين، ده خاصة مزرعة التسمين. تم إنشاء المجمع وفقا لأحدث النظم والاشتراطات والمواصفات القياسية العالمية. زي ما شفنا وزي ما حضراتكم سردت التقرير السابق، إن في وحدة دعم بيطري كاملة متضمنة وحدات التلقيح الصناعي والتحسين الوراثي، وكذلك معامل بشكل مرجعي وفقا لأحدث النظم العلمية. لو تطرقنا لعملية التحسين أو عمليات الإنتاج نفسها اللي بتتم من خلال مزارع الحلاب، احنا شفنا في أثناء الافتتاح إن عملية الحلب بتتم من خلال محلب آلي بطاقة 48 نقطة حلب آلي. المحلب ده بينقل بشكل مباشر ألبان بشكل مباشر إلى تنكات تبريد. بتقلل درجة الحرارة أو بتحفظ درجة حرارة اللبن، تنزلها معايا من 37 درجة مئوي لأربعة درجة مئوي، تمهيدا لنقلها من خلال عربات نقل مجهزة لأماكن التداول وأماكن التصنيع فيما بعد. عمليات النقل والتداول في البداية أو عمليات تجميع الألبان بتتم بعد إجراء كافة الاشتراطات والاختبارات المعملية عليها للتأكد من خلوها من العد البكتيري وكذلك الأمراض، بالإضافة لوجود وحدة تسجيل وترقيم خاصة بالمجمع لقياس مدى إنتاجية الحيوانات الموجودة ومدى الاستفادة منها. عمليات التحسين الوراثي للسلالات وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية تبنتها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة من خلال إطلاق المشروع القومي للتحسين الوراثي وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية بهدف زيادة إنتاجنا سواء من اللحوم الحمراء أو من الألبان. طب دكتور حسام، يعني المردود المباشر أو العائد على المواطن مباشرة والسوق من هذه الافتتاحات اليوم؟ احنا شفنا في الافتتاحات اللي عندنا، يعني قلنا بشكل بسيط احنا عندنا المجمع لوحده بيدي كمية ألبان تصل لحوالي 150 طن يومي. كمية الإنتاج الموجودة بتساهم بشكل كبير في عمليات استقرار السوق، بالإضافة لتنمية وتعظيم ربحية صغار المربين والمرأة المعيلة، ده من خلال تضافر الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأيضا إتاحة قروض من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية من خلال قروض ذات فائدة 5% متناقصة. كل ده بيؤدي معايا تعظيم الاستفادة وتقليل ما يتم استيراده سواء كان من لحوم حمراء أو غيرها من منتجات الإنتاج الحيواني. فده بيزود معايا من نسب الإنتاج وبيحسن من دخل الأسر، وخاصة إن فخامة الرئيس يعني إدى توجيهات مباشرة تعظيم الاستفادة وتحسين الوضع المعيشي للفلاح المصري. فتعظيم الاستفادة وتحسين الوراثي للثروة الحيوانية ده بيعظم من ربحية الفلاح المصري وبيعظم من مصادر دخله وبيحسن مصادر الدخل وبالتالي تطوير لكافة فئات المجتمع. صح. وما يعقبه من اكتفاء ذاتي. دكتور حسام سلام، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.